حبيبتي ايه عامله؟ بص بص، لا انا بصيف، انا قاعد في الجونه. لا واحد صاحبي رجل اعمال قال لي غداك عندي في الجونه. سامع صوت حمار؟ لا ده حمار في الفندق بيركبوا عليه الاجانب. انا قاعد على الجاكوزي. وانت عامله ايه؟ وحشاني وحشاني قوي. عايزة حاجة من الجونة؟ ماشي ماشي يا روح قلبي، مع السلامة. أعبط من البنات ما فيش. الواحد يكون قاعد تحت الجاموسة ويقول لها أنا في الساحل الشمالي، تصدقوا على طول. السلام عليكم يا ضوي. وعليكم السلام. يا تخلي عندك دم محترم، سني يا دو عاد رجلك يا واد. وانا عاد رجلي يعني انا رديت عليك السلام بخشمي. مالك وما رجلي انت؟ رجلي وجعاني. يلا توكل على الله. يا طيب مش تتعدل يا واد، بتتنك علي يا واد. بتتنك علي يا واد على الفقر. اتنك براحتي. اتنك براحتي. محدش ليه حاجة عندي. امال يا ود لو ربنا اداك يا ود زي الناس الصبية تعملي امال؟ ربنا اداني؟ انا عارف لو ربنا فرضها عليها بابا هعمل كمين قدام بيتي ومش هعدي الاشكال اللي زيك. ان شاء الله هتفرج. اما عشان كده يا ود ربنا عارف لك يا ود ومخليك طول عمرك كجلبيتك مقصرة ملاحقة عرقوبك. لا جلبيتك انت الحلوة، جلبيتك انت الحلوة بتغسلها كل اسبوعين. غور توقع الله يا اخي. وطول عمرك يا معفن ما حتلبس جزمة نظيفة، حتقعد لابس شبشب ابو 3 جنيه دي. حتقعد طول عمرك لابس شبشب ابو 3 جنيه دي يا معفن. هتشوف هتشوف يا بلد، يا بلد ماكلة باطل. وانت يا اخي لما تعدي ما تردش عليه السلام تاني. ايه رايك عاد؟ بوشك زي المعلقة كده يا اخوي. يلا توكل على الله كده، توكل على الله. روح واعي، روح القالك صرحة. روح واعي يا مقدم، هو خسارة فيك السلام يا مقدم. روح يا اخوي. ماشي عدل له رجلي يا اخوي، شغال في وزارة المالية قبل ياخذ عنقك. وين الراجل الجربان بيعايرني بالشبشب البلاستيك؟ ما يعرفش ان انا لسه قابل جمعية ب4000 جنيه وبايع خروف ب2000 واول واحد في النجع بتاعهم يطلع فيه زكارت. وباذن الله بكره هشتري شبشب جلد وهروح لك قدام بيتكم وهقدم الاشكال الكلاب زيك. واي يقول لي، قال يا ابو شبشب بلاستيك، طب لما جبت واحد جلد ب27 جنيه لا تقول الضوي يسيب البلد. وما يجعلنيش انا معي 6000 جنيه في البنك، ده انا اول واحد يطلع فيه زكرت في بلدكم. يا راجل يا عم. حاضر حاضر. الو، ايوه يا باشا. مين؟ ايوه يا باشا انا. ايوه رقمي ده يا باشا. هتجيبوا لي 3000 جنيه من التكافل الكرامه؟ والله فرفشت معاك يا ضوي. متاكد يا باشا لينا؟ 3000 جنيه متى يا باشا؟ ايه المطلوب يا باشا؟ انت خدامك انا. ايوه يا باشا، يا باشا الفيزا كارت ايوه معاي، ده لسه مطلعها انا يا باشا، اول واحد اطلعها في البلد.
باشا معاي. ايوه ايوه يا باشا، عايز رقمها؟ فانو يا باشا، ده بالقلب ولا بالعدلة؟ ايوه يا باشا، واحد واحد يا باشا، ثلاثة ثلاثة، ستة سبعة ثمانية، تسعة عشرة، واحد ستة صفر صفر. ايوه يا باشا، باسمي دي لسه مطلعها. ايوه يا باشا، ايوه واسمي يا باشا. ماشي يا باشا، بارك الله فيك. 3000 جنيه على التسعة؟ على الستة؟ يبقوا 9000، وهوريك يا بلد الضوية عامل فيك ايه. رصيدي 3000 هجا، أول مرة يا أخي تفرق على وش الراجل اللي وشه زي المعلقة ده، أول مرة تفرق. حاضر يا بلد، وبقيوا 9000 يا بلد وهربيكم. خد يا ولدي. يا حاج شوف لي الفيزا دي فيها فلوس جاتني ولا؟ كم رقم السري؟ أربع وحايد الرقم السري. فيها فلوس جات. ايه ده هاي؟ فيها جنيه ونص. فيها جنيه ونص؟ دي كان فيها 6000. اديتها مين انت دي؟ اديتها لواحد يا ابوي قال لي هبعت لك فلوس من التكافل والكرامة. ما اديتهاش لحد. فيها جنيه ونص بس. جنيه ونص ازاي وال 6000؟ فيها جنيه ونص دي بس، ما فيهاش اي يعني بوجت جت معايا نصبوا علي؟ مش عارف عادي يا حاج والله. ازاي ولا دي تكة؟ مش عارف. ها؟ طلع لي فلوس. معلش. السلام عليكم. طلع فلوس. جنيه ونص بس. ازاي جنيه ونص؟ والله عالي يا ود يا ضوي، بتتنك علي يا دوما وما بتعدلش رجلك يا لما رد عليك السلام. طب انت سروالك يا معفن جايبه بالقصد؟ وما ربيتك يا مقدم عبداسر. يا عبداسر. ايه يا دوي حسن؟ الحقني يا ود عمي. ايه فيها؟ الحقني يا خيي. ايه فيها؟ نصب علي يا خيي. يا خي سرقوا فلوسي من الفيزا خيي. سرقوا فلوسك ايه؟ سرقوا فلوسي من فيزا كارت خيي اللي مديها لي البنك خيي. وانت معاك فيزا يا معفن؟ اه انت معاك فيزا؟ ايوه معي فيزا فيها 6000 جنيه يا خيي، ما بعت الخروف يا خيي. ما ادوني فيزا كارت اتحسدت يا خيي. قريت يا خيي اخذ الفيزا اروح القى فيها جنيه ونص، اروح لمين؟ طب وانت اديت الفيزا لحد يا؟ ما اديتش يا خيي، واحد رن علي قال لي انا تبع التكافل الكرامه دي. اه ومليني قال لي ارقامي على الفيزا واديتها له. يخرب بيتك يا معفن. اه طب وانت كيف معفن تديه الرقم بتاع الحساب بتاعك يا خي؟ طب وعامل ايه؟ طب مش قلت يا خي هيجيبوا لي 3000 يا خي عشان اطمخطر في البلد؟ جيبوا لك 3000؟ تعال يا خي. طيب عليك الطين. طب وانت ما عرفش انه بينصبوا على النت بالكلام ده؟ ها بالعي يتصلوا بالواحد يقولوا له ليك جايزه ولا ليك مكافأة، ابعت لنا رقم الحساب عشان نبعت لك الفلوس، يقوموا ماخذين الرصيد يا معفن. يعني ايه بوجت معايا يا خي؟ لا ده بوجت. بوجت؟ امال ايه؟ بوجت يا ولد؟ لا بوجت يا ضيضوي. ابو فلوس الخروف يا عبد ناصر؟ راحت كلها يا معفن. يعني البنك مش هيعرف يتصرف؟ يتصرف لك. اه راحت عليك. يعني اه؟ لا بوجت. سابوا لي جنيه ونص يا خي في الرصيد هشتري بيه مصاصه؟ اه اشتري لك بيه البان السلبي. طب تعال يا خي عبد ناصر، تعال نروح البنك نفتح البنك. تعال يا فلوسي. تعال من هنا يا فلوسي يا خيي. يا فلوسي يا خيي. يا ولدي وقلت لك. طب ما انت كان تبعت الكلام وكان سألت. ها انت كان سألت لما ما عرف شي يا خيي. ما نقوا علي وقالوا طلع فيزا يا خيي. قال انا الصبين يا واد. 6000 جنيه يا خيي. الراجل لسه ما ذبح الخروف يا خيي. تعال يا خيي اروح وياد. اروح وياد. تعال تعال تجرى لك حاجه احسن لا تجن. تعال تعال من وين الطريق؟ تعال مني. تعال مني يا واد. بوجت يا عبد ناصر معاي. بوجت خلاص يا ود، ما تزعلش نفسك لا تجرى لك حاجة يا ود. يا ابوي ما الفقر كتر على الفقر يا ولاد. انت كده كده فلوسك بتضيعها على الحريم، بتبعت بيها كروتي يشحنوها. يا خي ببعت لهم كروت فكة بجنيه ونص، ابعت لهم بستة الاف. ايه عامل بيها دي يا عبد ناصر؟
اي تعمل بها دي تلقى لك حباية كراوية وتغليها وتحطها فيها وتشربها. نصبوا علي خيي. وانت ما عرفش يا واد يا مغفل انه بينصبوا ضلك كتير اللي تنصب عليه زيك بالطريقة دي. ياجي يبعثوا له زي كذا يقولوا له في معرفش في معاش المليك قال معاش تكافل وكرامة. ابعث لنا رقم الفيزي. ايوه يقوموا ماخذين الرصيد منك. يا وي ما تعرفنا يعني انا يكون يا اخوي رصيدتي في البنك مفتوحة. طيب يا مغفل انت من نفسك يا معفن كذا مفروض كان عرفت حيبعثوا لك 3000 ليا. ايه اللي عملته حيدوك جائزة؟ قال لي الواد يا اخي قال لي انا تبع التكافل والكرامة قال بعث لي رقم الفيزا ابعث لك 3000. اروح يا اخي البنك الواد يقول لي فيها جنيه ونص من 6000. مش سحبوا الرصيد اللي فيها كله؟ هم لو عرفوا كان سحبوا جنيه ونص ما كان سحبوها. قال لك فرحوا خلوهولو. نروح وين وناجي من وين؟ ده النصابين ضلك كثرت يا ود لك ده انت عارف على كده على التلفونات يقوموا باعتين لك زي كه يقول لك ابعت رقمك احنا بعتنا لك يا كرت شحن هديه. تجي تقوم انت متصل بالرقم اللي بعتوه ليك. يقوموا ماخذين الرصيد في التلفون تلقى نفسك على النوتي. وانا من 100 مليون ما يلقوش غير انا. مش مغفل. ما يلقوش غير انا من 100 مليون يا اخي. ليس انا بربي في الخروف وبعته. ما انت تستاهل عشان تناكتك دي. تناكتك دي انت الفقر ليك كويس. خليك اطول عمرك لا حتقعد بالشبشب ده ابو 3 جنيه يا معفن. ما قلت راح اجيب واحد جلد. إذا كان أنت بداية معفن وعاقل رجل على رجل أنا أقول عليك السلام ما تعدلتش. أمال لو جبت لك شبشب جلد كان إيه عملت؟ قوم خلاص أحسن لا تجرى لك حاجة. قوم يا فلوسي. قوم. يا فلوسي يا خيي. ربنا يعوض عليك. قومني يا عبد ناصر. قوم يا أخوي قوم. بوجت يا خيي. بوجت.